نقبلك على التفاعلات، من التفاعلات فما شكون يقول لك برافو الحقيقة، وفما شكون يسألكم شنو أنا أكرهبكم. أنا عندي أودي. علاش أنا أكرهبها؟ أودي جبتها في سير كي روحت من ألمانيا، مش مدخل نوع الكهرباء يعني. ما أنا نجم نقرا ما بين السطور. وأنت؟ نجم نقرا، إذا ما عنديش كهرباء. شنو حكاية الكهرباء؟ ما فهمتش سامحني. ما كنت سيدي بختار مع سي طارق بشماوي ولا؟ علاش تخدم بذراعي نجيب كهرباء بذراعي نجيب كيك شو باش خلاص الكهرباء. ما في حضور السيد ودي عجبي في قناة التاسعة لما حنوا فما شكون الأبواق اللي يقولوا لا لا الحاجة الباهية لما اللي أنا فما رجال عمالقة الحقيقة اقترحوا علينا سيارات محيرة. جوستما إذا نقول لك كهربتي أودي أسان خذيتها من قبل ما ندخل البرلمان وقبل ما نولي نايب كارت جريز باسمي قبل ما ندخل في المعامله هذه الكل، فما نجم يزيد عليها حتى حد في الموضوع هذا. نقول لك بصراحه مش اول دوسي نخدمه، وخدمت عشرات دوسيات قبل وبربشولي لوج ولوج 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 يلقاو شي مش كهرباء ولا دار، يلقاو شي خطيه نتاع مرور مش خالصه. وبما اني اليوم قاعد وتعاركت معاهم مشاو وانا قاعد سيكو ما لقاو في ذمتي الماليه حتى ربع جرام. انا وصلت بوليس وقفني على رادار قال لي تفضل سيد النايب خذوا تو خلصوا تو يا ودي قال لي برا فرنسا لا تو قلت له كلمتي يتحطني 60 دينار خمسين خلاص اختيار نتاعي يمشي كلم وزير الداخليه يقول عندك عون امن خذ بقى اي سوكوا مش حكيت مثالي ما نحبش خويا هذه فلوس لازم اسمع لما تدخل في العركات هذوما يا اما تكون ذمتك الماليه نظيفه يا ما تنجمش يخرجوا لك دوسي يخرجوا لك حكايه دونك لازم تلشلش سينو لو حاليك اعمل كيف الناس امشي عندك جلسه في البرلمان خذ دقائق سب العباد وروح روح والسلام عليكم واختك من ملفات هذوما. باهي شنو تناول اخر اللقاء قبيلك مع الوزير؟ قبل ما ندخل مع في السك وموضوع الكوره نحب نقول كلمتين. هلال الشاب سيبقى في الوطني وجوديع الجريء سيبقى قدام قطب قضاء المالي. ساسعى بكل ما يسمح به القانون وبكل ما نجم بكل صحيح الوزن نتاعي في البرلمان. هذا تعهد منك انت؟ هذا تعهد دو مويان باش نحط كل ما نجم. واذا كان ما صارش؟ إذا كان ما صارش يكون شنو؟ إذا كان عندنا هذه كل حكيناها وما صارش يكون عندنا مشكلة، سيكون مشكلة في دولتنا مش وديع الجري. إذا كان عندنا الأغلاط هذه الكل والمشاكل هذه الكل والظلم هذا الكل والاستبداد هذا الكل وما نجمش نصلحوه خاطر برشا ناس خايفة من سي وديع عندنا مشكل. لكن مشكل مشكل ولي أي ولي لا والله خايفين والله يكلموني خايفين. خايفين يقول اسمع شوف عليك منه يعمل لك يبعث لك يبعث لك شكون يقد لك يطيح لك الجمعية الفلانية راه يعمل شي يحب حتى حد ما ينجم راه هذا إنسان. شنو هي جمعيتك ما عندي جوست تمام ما نهتمش بالكوره انا نقول لك لا والله شيء انا نقول لك بصراحه تعرف اخر مره تفرجت في حياتي وين في ستات تونس وسان مارينو البحر العاب البحر المتوسط 2001 يا حاسم دونك ديكو بحق سبحان الله ثم ناس اهتمت بالكوره ثم ناس ما اهتمتش بالكوره انا كي كان ولاد حومه يهبطوا يكوروا انا سقي زوجي صار مش دار شباب نعمل انفورماتيك لا شوف بالحق ما كانش الكوره من ضمن اهتماماتي والتناول نتاعي ما كانش كروي الظلم ما نحبوش لما نلقي رسول الله الشخص هذا هو الحكم وهو القاضي وهو اللي ينفذ على خاطر طلبوا منه اوديت ولا قالوا فيه كلمه في 2020 يحرم جهه كامله علاش شكون تخيب روحه هذا من اين يستمد هذا